اهلا 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 يا معلم حسران، المحطه نورت. ارمي السيجاره اللي في ايدك ده، عارفه مش حرميها دي بيرشنسا. مسافر ولا ايه يا معلم عصام؟ حاجات الليله في المديريه، الحق اشرب قهوه قبل القطر ما يوصل. في دقيقه تكون القهوه جاهزه. وماد هات علبه سوبر. علبه سوبر؟ اطرش ما سمعتش. وانا جايب لك منين علبه سوبر دلوقتي؟ دي بتخلص في ساعتها. ما تشرب مستورد. مش عايز من خليتك حاجه، هبقى اشتري من المديريه. ورده ما جاتش ليه؟ عيانه. لما تخف بقى هتخف هي ابدا. تقعد كلامك معايا ناشف كده، نزل رجلك اكسرها لك يا قاطي يا ابن الوطي. لا 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 لا.